فعلا في فاكهه بتطخن وفي فاكهه في انواع في الفواكه آه. لا لا اللي هي ممكن ممكن تساعد في زيادة الوزن زي العنب والمانجا والموالح كلها يعني زي الخوخ والبرقوق والحاجات دي كلها بتساعد في زيادة الوزن زيادة الوزن اه بالعكس بقى على البرتقال آه مثلا جريب فروت, فروت. آه البرتقان لا البطيخ كله جلوكوز اصلا بيزود هو والعنب طبعا والتمر والبلح العنب والبلح والتيم والمانجا كل ده بيزود طب ايه في الصيف بقى؟ هو دلوقتي المتاح تفاح تفاح وموز موز؟ لا الموز يعني بنستخدمه في الرجيم أوه بس في يعني بيبقى موز بس, بيبقى موز بس ده الرجيم الكيميائي أوه. بنستخدمه في بعض الحالات بس في بعض يجي يقول لك فيه اقاويل يجي يقول لا ما تستخدموش خلال الرجيم بس احنا بنستخدمه في نوعيات معينه من الرجيم وهي الرجيمات اللي هي الكيميائيه ده بالنسبه للموز